بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السادة رؤساء الحكومات، الوزراء، ممثلي القطاع الخاص، صناديق الاستثمار، المؤسسات الدولية، ضيوف مصر الكرام، السيدات والسادة، أتقدم بالشكر لكم جميعا وأرحب بكم جميعا في مصر في منتدى إفريقيا 2019 الاستثمار من أجل إفريقيا. يأتي تشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الأفريقي للمنتدى رسالة قوية تؤكد أنه التجمع الاقتصادي الأهم على مستوى القارة. نجتمع اليوم للمرة الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة التي نفخر بها، ويشارك في بنائها سواعد مصرية شابة تعمل ليل نهار من أجل إنجاز هذا العمل الضخم في سعينا لبناء مصر الحديثة. فمرحبا بكم جميعا في العاصمة الإدارية الجديدة. إن وجودنا اليوم يعكس رغبة صادقة لمواصلة الجهود التي بدأناها قبل سنوات لبناء قارتنا ووضع سبل لمواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مما يدعونا لضرورة التكاتف والبناء على ما تحقق من إنجازات. ولقد قطعنا شوطاً كبيراً في سبيل تعميق التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية والتنموية. وكانت توجهات السيد الرئيس خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي ببذل كل الجهود لتسريع وتيرة التعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة. فشهدنا هذا العام على أرض الواقع تنفيذ أكثر من 154 مشروعاً في مجالات البنية الأساسية والنقل والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والاستثمار في رأس المال البشري. وجدير بالذكر أن منتدى إفريقيا هذا العام سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات لتعميق الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص مؤسسة التمويل الدولية، والإعلان عن ضخ استثمارات جديدة في قارتنا. السيدات والسادة، في ظروف دولية استثنائية تلقي بآثارها السلبية على حركة الاستثمار العالمية، تأتي أهمية عقد هذا المنتدى لنبني خطوات عملية لزيادة التدفقات إلى إفريقيا، إيماناً بدور القطاع الخاص في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.